صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ هانيه الامور، صحتكم بخير؟ كي صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم مع اول روتين خفيف ليا في القناه، كنتمنى يكون خفيف على قلبكم وينال الاعجاب ديالكم. خليكم مع النهار ديالي كي كندوزو. الكوزينه باش نوجد الغداء. من بعد ما ساليت الجميع ما كانش عندي تماره بزاف، انا الدار ما كنخليهاش حتى كترون باش ما كتغلبنيش، كنبقى نجمع شويه بشويه، وحنا غير جوج الناس ما كتكرفش ليناش الدار بزاف. ايوا بلا ما نطول عليكم، خليكم مع الغديوه ديال هذا النهار. شنو غادي نوجد؟ انا جبت واحد شويه ديال الكبيده. الكل راه كيعرف الكبده بالشرموله كيفاش كطيب، وحالها ساهل، كديروا لها شرموله ديال الحوت، كمون مليحه، فلفله حمراء سودانيه والحديثه وزويته بلديه، والثومه والقزبر. بالنسبه لي انا الثومه وشويه، ما تكثروش من الثومه لان الحال دابا الحال زعما سخون. انا درت واحد جوج ديال صوص الثومه. اللي بغى يحكم في حتى كرقيقه مرحبا، اللي عندها الوقت وبغى تدقهم مع القزبر ولا المليحه حتى هي كتجي مزيانه. أنا درت مليحة زويتها بلدية، كنخليها واحد شوية كتشحر، انا كنكثر الكمون. هذا الكمون عندي بلدي، نقصو شوية البوطة. ها الكبيدة كطيب لينا في الطويجين، وغادي ندوزو نوجدو شي حويجة اخرى وهانتوما معايا. دابا ندوزو نوجدو شليضة. غادي ندير طوماط سوغيز والخيار وبصيلة. ملي ما كيكون عندي والو في الثلاجه كندير طوماط سوغيز وبصيله، كندير فيها شويه ديال المعدنوس والزيت البلديه. المهم الشليضه ضروري تكون عندي في الطبيله، الا ما كانش كتكون شي حاجه ناقصاني سورتو في هذا الصهر. الغديوه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا وجدات. دابا غادي نتغداو بالصحه والراحه غداتكم حسن نتوما، وخليكم مع باقي الفيديو غادي نشارك معكم شي حويجه اللي غادي تفيدكم. وبالصحه والراحه. Thank you.
شوفوا معايا الكويزينه ديالي مجموعه المعلات غسلتهم من مور الغدا، ما بقى عندي دابا لا شغال لا والو. انا عاده ملي كنسالي كنحاول نخصص شويه ديال الوقت النفسي اللي كنعتني فيه بالبشره ديالي، او كيف ما كيقولوا المغاربه كاملين كندورو شويه بالحاله، كنحاولوا نحيدوا العجز وما نبقاوش قابلين غير التخمام والشغال. حنا كنا البنات كنخملوا في ديورنا وكنشقاو، ولكن كل حاجه بوقتها. يحاول الواحد يدير شويه ديال التنظيم، ينظم شويه الوقت ديالو باش يبقى له الوقت باش يتهلا في راسو وما يهملهاش. على الاقل البنات اللي ما عندهاش الوقت تقدر دير وصفه في الاسبوع، واللي عندها الوقت وكتسمح ليها الظروف تقدر دير حتى نهار اياه نهار لا، وتنوع. مره دير وصفه ديال الشعر، مره ديال الوجه، مره ليديدات والرجيلات، وعلى حسب الظروف وعلى حسب المستطاع. داكشي علاش البنات فكرت فيكم وقلت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي مقشر الوجه او قماش بمكونات بسيطه واقتصاديه ومتوفره في البيوت كامله. وخليكم مع باقي الفيديو. انا جيت البنات للحمام باش نابليكي هاد الوصفه على وجهي، وانتم كتشوفوا درت فيها معلقه ديال الحامض، معلقه ديال زيت لافوكا، وتفل ديال القهوه. درت غير شويه لان غادي نديرها غير لوجهي، ما كاينلاش تبقى تضيع. ايوا انتم معايا. من بعد ما غسلت وجهي من القماش وجدت هذا الماسك اللي هو ساهل، فيه معلقه ديال النشا، معلقه ديال المورق، ومعلقه ديال حليب بودره، غير معلقه صغار باش ما يبقاش يضيع. كتابليكيو على الوجه ديالكم حتى كتبداو تحسوا به نشف، راه انا دابا بدا كينشف ليا. من بعد كتغسلوه حتى هو بالماء بارده غير من الروبيني. من بعد ما غسلنا الماسك ديالنا كنبقاو نحسوا بالوجه رطيب بحال لابو ديال لي بيبي. ومن بعد انا اي ماسك اللي كنديرو كندير من موراه ما ورد اللي كنكون حاطاه في الثلاجه كيكون بارد، سورتو كيكون المسام مفتوح والوجه كيتغدى شويه، وكنكونوا هكا تهلينا في راسنا وتهلينا في الوجيه ديالنا. هنايا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك، وخليو لي تعليق اسفل الفيديو الى عجبكم هاد الوصفات اللي شاركت معكم هاد النهار. واللي مازال ما تابوناش عندي في القناه يدخل يتابونا، والى فيديو مقبل ان شاء الله، وخليتكم على خير.